صباح الخير من ام تي في الايف للمشاهدين بلبنان بمختلف انحاء العالم. نهار جديد، مسؤوليات جديده اكيد، ولو انه قادمين على ويك اند بتكون مسؤوليتنا بعد يمكن اكثر لحتى ننجح الويك اند ونخلي يكون فتره راحه، وبنفس الوقت كمان نكون عم نغير اجواء لنا وللعائله. كمان كثير من الاوقات في اشياء بنكون عبالنا نعملها او نحققها وبنعتبرها مستحيله. بيقول مار فرانسيس الاسيزي، إذا قادر أنك تكون عم تعمل اليوم الشغلة الضرورية وبكرة عم تعمل الشغلة يلي ممكنة، ممكن وعلى الأكيد رح تلاقي حالك بدون ما تنتبه عم تعمل الشغلة يلي كنا نفكرها مستحيلة. فخلينا خطوة خطوة نكون عم نروح صوب الهدف شو ما كان هيدا الهدف، وقد ما كنا حاسينه بعيد ونكون عم نحققه كمان بإيماننا بحالنا وإيماننا بالأشخاص اللي موجودين حوالينا. كمان ويكند ممتع بتمنى لكم إياه، وبداية هالويكند رح تكون معنا بحلقة مثل العادة مباشرة على الهواء لغاية الساعة 2 مع مواضيع عديدة. رح نكون اليوم مع زميل موريس متى يلي بخبرنا عن الانتخابات النيابية وتأثيرها على الاقتصاد، بأنه هيدا اختصاصه موريس، رح يكون معنا على الهواء مباشرة، ومواضيع عديدة تانية مع الزملاء. أما بولو فيم رح نكون مع الممثل المسرحي والممثل التلفزيوني والمخرج كمان استاذ جوزيف سيسيني اللي رح يكون معنا، واللي عم تشوفوه بسكت الورق رح يكون معنا بولو فيم. أما هلأ وقفة ومنتبه.